مشاهدينا، لا تزال الكارثة الطبيعية مستمرة في السودان، حيث خسر الآلاف منازلهم وسقط ما يفوق 100 سوداني ضحية. للحديث أكثر عن الأضرار والكارثة الطبيعية في السودان نستضيف معنا من السودان الصحفي عزمي عبد الرازق. صباح النور أستاذ عزمي. صباح النور وتحية صباحية لمشاهدي التلفزيون العربي. يعني أولا الحمد لله على سلامتك وسلامة أهلنا في السودان. الله يسلمك، الله يسلمك، وشكرا للمشاعر النبيلة، مشاعر التضامن العربي والإنسان. أستاذ عزمي، هل ما تزال الكارثة مستمرة؟ وما هي التوقعات للمستقبل القريب في السودان؟ بالطبع لا تزال الكارثة مستمرة ولو على في شكل آثار. يعني نحن أمة لا تزال تعاني المحن، نعاني مشاكل اقتصادية ومشاكل سياسية، والآن يعني تجتاح السودان كوارث طبيعية يعني لا تزال مزعجة جدا. نحن الآن نتحدث عن تشريد 500,000 أسرة، ونتحدث عن أكثر من 100 قتيل و50 إصابة، ونتحدث عن تهديم أو تحطم 100 منزل، ونتحدث عن 100,000 فدان أتلفت بسبب هذه الفيضانات التي اجتاحت كل مناطق السودان. يعني 16 ولاية الآن من ضمن 18 ولاية اجتاحها النيل وسبب خسائر فادحة في الأرواح وفي الممتلكات وفي المزارع، وبالتالي المأساة كبيرة جدا يصعب وصفها. نحن الآن نشاهد مجموعة من الصور ومجموعة من الأحداث المأساوية، محاولة إنقاذ الأطفال، محاولة إنقاذ النساء وإنقاذ الحيوانات وإنقاذ الحضارة السودانية، وبالتالي هذه المأساة تبدو تماما كبيرة، بحيث أن النيل لم يجتاح السودان بهذه الكثافة وبهذا العنف منذ 100 عام. يعني منذ 100 عام، في العام 1948 شهد السودان فيضانات، وفي العام 1988 شهد السودان فيضانات، ولكن فيضانات هذا العام 2020 تعتبر بأنها غير مسبوقة، وسجلت أعلى نسبة ارتفاع حتى الآن في السودان، وبالتالي المأساة كبيرة جدا يصعب وصفها بالكلمات. طيب أستاذ عزمي، انطلاقا من البوابة الحكومية، يجري الحديث عن 3 أشهر من حالة الطوارئ الحكومية بسبب الأمطار والفيضانات. هل وضعت خطة طوارئ يمكن القول بأنها كفيلة بإصلاح ما جرى على السودان من مصائب في الآونة الأخيرة؟ طبعا الحكومة دائما تأتي في الساعة 25، دائما الجهود الحكومة متأخر جدا. الطوارئ هذا كان في وقت متأخر جدا بعد أن استمرت الفيضانات لأكثر من 3 أسابيع. معروف بأن موسم الخريف يعني تحدث فيه فيضانات صحيح، ولكن يمكن وكانت الأجواء وكانت الظروف كلها مهيئة لفيضانات في السودان، خصوصا بعد بداية العمل في سد النهضة الأثيوبي وهطول أمطار كبيرة جدا في الهضبة، هذا كان متوقع جدا. ولكن الدولة يعني كل ما فعلته الآن بأنها أعلنت أن السودان منطقة كوارث طبيعية وأعلنت حالة الطوارئ 3 أشهر وكونت لجنة عليا لدرء الفيضان، ولكن هذه اللجنة لم تبدأ عملها بعد حتى الآن، بدليل أن الجهد الشعبي الآن هو متفوق على الجهد الرسمي، وأن الآن هنالك حاجة ماسة لعمل سريع جدا لإنقاذ الأسر التي هي الآن محاصرة بين المياه، وهنالك مخاطر ومشاكل صحية. تبدو تمام بأن مشكلة الحكومة الآن أو مشكلة الدولة الآن هي التنبيه إلى مثل هذه الكوارث والمخاطر. مثلا نحن نحتاج لمن ينبهنا بأن الناس بدأت تبني على مجرى النهر الآن، يعني حتى تحولت المناطق التي كانت تزرع في الماضي إلى مناطق سكنية، تحولت المزارع إلى مساكن. كذلك عندنا مشكلة كبيرة جدا في البنية التحتية، كذلك نحتاج إلى إدارة هذه المياه لتتحول النقمة إلى نعمة. يعني نحن نعرف بأن الآن هنالك مشكلة كبيرة جدا في المياه، وأن هنالك حرب عالمية على المياه، وبالتالي كان ينبغي أن نستفيد من هذه المياه، بحيث تقوم الدولة على الأقل بشق قنوات إلى مناطق بعيدة ونستفيد من هذه القنوات. يعني في موسم الفيضان نفتح المياه لهذه الغنوات تتدفق إليها وتصل إلى أماكن بعيدة، نقوم باستثمارها في الزراعة، نقوم باستثمارها في الحفاظ على الثروة الحيوانية، في كذلك الغابات. المياه يعني نحن للأسف الشديد الدولة لا تهتم ولا يبدو أنها مهتمة بتخطيط مشاريع للمياه.
كذلك هنالك مشكلة في البنية التحتية وهناك مخاطر صحية الآن يعني تحدق بالمواطنين. مثلا في منطقة سينجا شهدت فيضانات كبيرة جدا خلال الأسبوع الماضي، بالأمس هطلت مياه أمطار كبيرة جدا في العاصمة السودانية الخرطوم، تسببت في غرق جامعة السودان وجامعة النيلين، حتى أن المياه وصلت إلى مول الخرطوم، وسط الخرطوم وصلت إلى واجتاحت شارع النيل، لدرجة أنها تسببت في سقوط أشجار اللبخ، وبالتالي يبدو تماما حتى اختلطت مياه الفيضان بمياه الصرف الصحي، وهذه كارثة أخرى. يبدو تماما بأن ظل الدولة منحسب تماما، وأن اهتمام الدولة ضعيف جدا بما يجري حتى الآن. وأنا أعزو السبب إلى المشكلة الاقتصادية ولازم الاقتصادية، وأن الدولة ليس لديها إمكانيات، وبالتالي هي أطلقت نداء إنساني لعلها تحصل على مساعدات من الأشقاء العرب من الأشقاء على المستوى الإنساني في كل دول العالم. يعني للأسف كما قال قائل، لو أدرك الناس قيمة السودان الزراعية وأهميتها العالمية لما وصلت إلى ما وصلت إليه. ماذا عن إجلاء وتأمين مساكن للمتضررين؟ يعني شاهدنا في التقرير مبادرة إنسانية للمساعدة، هل من مبادرات لإيجاد مساكن بديلة؟ طبعا هو يعني هذه مشكلة حقيقية، لا بد من مساكن بديلة. نحن الآن نتحدث عن أكثر من نصف مليون شخص تشرد الآن، أكثر من 100,000 أسرة هي الآن في حاجة إلى مساكن سريعة وعاجلة. هناك الآن منظمات وطنية تتحرك في هذا المجال، بالفعل تم حتى قوات الجيش السوداني موجودة الآن إلى جانب لجان المقاومة، وقامت بإجلاء أسر إلى مناطق عالية بعيدة نسبيا عن الأماكن التي يمكن أن يصل إليها النيل أو تتوفق إليها المياه. ولكن للأسف الشديد حتى مناطق الإجلاء بالأمس هبطت عليها كميات كبيرة من الأمطار، وتسببت في إقراق الخيم التي كانت يعني خصصت كملاجئ للأسر الضعيفة، وبالتالي يعني يبدو تماما لا ملجأ الآن ولا أمان من البلل. نحن الآن نحتاج إلى توفير مساكن حقيقية وبجهد حقيقي ودعم حقيقي لهذه الأسر التي تحتاج في المقام الأول للإيواء، ومن ثم أيضا هنالك نقص في الغذاء. يعني لأن النيل الآن اجتاح المناطق الزراعية وتسبب في إتلاف أكثر من 100,000 فدان زراعي، يعني نتحدث عن مزارع الخضر والفواكه والبساتين والأعلاف، ونتحدث عن ثروة حيوانية أكثر من 6,000 راس الآن يعني نفقت تماما. بالتالي هنالك مشكلة غذائية ومشكلة عاجلة الآن إلى إيجاد إيواءات. ربما يعني أنا أعول تماما على المجتمع السوداني بأنه يستطيع أن يوفر الآن مساكن على الأقل، يعني بحيث أن أي أسرة صغيرة يمكن أن تستضيف أسرة، وبالتالي يمكن أن نحل هذه المشكلة. يعني نطلق لكم رسالة تضامن عقلي وقلبي معكم من أسرة التلفزيون العربي ومن برنامج صباح النور، الصحفي عزمي عبد الرزاق، شكرا جزيلا لك، وحمى الله السودان وشعب السودان.